البؤس اللي كنشوفه كنفرغوا في يعني في الرسم، خصوصا في الرسم مع المطالعه تخليت عليها، كنت انا مدمع على المطالعه. بالنسبه للاعاقه انا كنشوف الاعاقه يعني هي معاناه، هي واحد النوع ديال المعاناه، والمعاناه بالنسبه لي انا هي عامل من عوامل الابداع. العينين ديالي كنت كنشوف مزيان، كانت عندي عينينه واحده ولكن كنظر كما كان الحال بالنهار كنشوف مزيان، ولكن بالليل ما كنتش كنشوف. كانت عندي صعوبه بالنسبه لليل، الدراري كيبغيو يغنوا هنا عاد كنرجع ما قدرتش نمارس، لان بعد تخليت على المسرح بفعل اعاقه بصريه بديت مع مرور الوقت كنزيد نشوف عيني كينقصوا يعني مع الدراسه. ملي تخليت على الدراسه واحد المده ديك الساعه ديك المرحله الفراغ اللي عشتها بديت كنحس كنوزن عيني كنجبر النظر بدا كينقص بزاف. بالنسبه للتجسيم جبرت فيه واحد الفضاء خاص، بالنسبه للتجسيم جبرت فيه واحد شويه المرونه وشويه المساعده، لان كنشتغل على اللمس يعني بالنسبه للضعف ديال عيني كتشوف فينا واحد 30 او 20% مع التجسيم يعني 60 او 70% ديال اللمس هي اللي كتكمل لي يعني باش 60 70% اللي كنشتغل بالتجسيم كتبقى لي يعني 20% كنقدر نشوف فيها بعض المساعدات مع عند الزوجه ديالي اللي كتساعدني بعمري في الالوان، والبنت الصغيره بعمرها بنتي عاوز كتساعدني في الالوان، وبعض المرات كنبقى نشتغل حتى بالريشه لان ملي كنبغي، لان ما بين التجسيم والرسم ضروري ما يمكنش يتعمل تجسيم بلا رسم. اذا تلاحظ اي لوحه هنايا كاينه يعني المساحات ديال اللوحه مخدومه من بعدك ما بين السماء والارض، ضروري ما تشتغل بالرسم عاد تعمل التجسيم فوق منه. هي مساله صعيبه ولكن ما انا كنفرغ فيها الطاقه ديالي وكنفرغ فيها بزاف المسائل ديالي. الحاجه الوحيده اللي كنفرغ فيها الهم ديالي او يعني هذا البؤس اللي كنشوفه كنفرغه يعني في الرسم. اي حاجه فيها ضروري ما يؤدي انسان الثمن فيها، ضروري ما يكون صعوبه، لان انت الاداه الوحيده هي العين، هي البصر، هذه الاداه الاولى اللي غتربطك هنا بواحد الموضوع معين غتشخصه او غتعبر به عن طريق التشخيص ولا عن طريق الالوان، ضروري خص يكون البصر، يعني هي الاداه الوحيده. ديك الصعوبات اللي واجهتها حاولت ما امكن ان نفرغ عليها من ناحيه اللمس. ملي جبرت انني شويش عندي شويه العطاء في اللمس، الجرح شويش برد ضمد. يعني كان واحد شويه ديال التنفس على مادام ان الفكره عندك محبوسه داخل خصها تخرج، لان الفنان عنده فكره داخل خصها تخرج. يعني بحال نقولوا واحد الفكره خصها تولد، الا ما تولدتش راه كتبقى مريض داخل ولو بادوات بسيطه، لانني كنعتمد على البساطه في الاعمال ديالي كنهج. البساطه لا في المواضيع ولا البساطه لا الداسيه ولا الموضوعيه ولا الادوات، اي حاجه البساطه. بالنسبه للاعاقه انا كنشوف الاعاقه يعني هي معاناه، هي واحد النوع ديال المعاناه، والمعاناه بالنسبه لي انا هي عامل من عوامل الابداع. كنكونش انا بالنظر ديالي كباقي الناس ما كنظنش غنكون انا غنقدر نعطي هذه الاشياء كامله، ربما ما نعرف ما نقدرش. ملي كيكون معرض جماعي كيكون الانتباه ديال المشاركين مشتت، ما غيديش يفكر على الرواق ديالك بوحدو، ملي كيشوف هنا وهنا كيبقى انتباه. بينما الا عملتي معرض منفرد غيدي فكره وغيحكم على العمل وغيقدر يخرج بواحد الخلاصه. انا كنسوق باش نعمل معرض منفرد، المعرض المنفرد باقي ما تحتليش فرصه نعمله. انا المواضيع بعدك المواضيع اللي كاين في اللوحات كنشخص بهم القضيه ديال المراه، القضيه ديال المراه الا تلاحظتي انك كتشوف عندي الطابلوس فيهم المراه بزاف، المراه البدويه اشاره، ملي كنعمل المراه البدويه اشاره ان عندنا باقي عندنا في المجتمع وعندنا نظره بدائيه للمراه. هذه اولا الصوره النمطيه للمراه ما تغيرتش عندنا بعيدا عن الشعارات، خلي الشعارات. المراه بالنسبه لديك الطابلو راه هي اللي هزه وقود الحياه الحطب. المراه الاولى اللي قبل منا هذه كتمثل المراه في الماضي، الرؤية ديالنا في الماضي، المجتمع الذكوري كيفاش كيشوف المرأة. هذه اللي هنايا كتمثل الحاضر، نفس الصورة اللي في الماضي باقا في الحاضر ما تغيرتش، مع العلم أن هي اللي كتهز وقود الحياة. هي اللي كتمشي تطبخ ديك، تمشي تعمل الفرن وتطبخ الخبز، وتربي الأولاد، وتطيب الطعام، وتخرج المهندس، وتخرج الطبيب، وتخرج الدكتور، وتخرج أي يعني أي إطار في المجتمع باش ينهض المجتمع، يعني هي الحضارة.
حنا باقي ديك الاهميه للمراه باقي في المجتمع، باقي ديك الرؤيه الذكوريه للمراه وصوره نمطيه ما تغيرتش. على الصوره ديالنا بقات المراه دائما الرجل قدام والمراه يعني هي ديك الثقافه الذكوريه نيت. يعني الموضوع اللي كاين هنايا هنا مطروح يعني بصوره اخرى، فهمتيني ولا؟ هنا مطروح صوره اخرى. الثقافه الذكوريه دائما كتشوف الرجل هو الذي يقود المراه، مع العلم ان النساء قادوا دوال. هاد اللوحه هذه ها انت ما كتشوف، هذه جلابه الصوف حقيقيه، هذه البلغه، هذه البلغه هذه ها هي، هذه الجلده ديال البلغه حقيقيه، عطاها لي واحد الصديق ديالي راه كيعرفو سعيد محمد سعيد، عطاها لي مسكين كي الصناعه التقليديه وكيعمل هذه، قلت له عطاها لي، عطاها لي عدلت البلغه حقيقي. هذا عاوز كذلك الحذاء، شرف الله وقدرك ديال هذا البدويه، هذا جلد حقيقي اللي كتكون له الحذاء، هذا منديل حقيقي، هذا رداء حقيقي، هذه الشاشيه كذلك حقيقيه، وهذا بيدو خيط اللي كيربط هذا، لا 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 هذا تقريبا كيذكر الشوبي يعني كيجي مذكرش بالنسبه من هذيك، هذا خيط حقيقي انا كنشدوها اذا تلاحظ هانسينا، هذا رداء كذلك هو حقيقي هانسينا انا كنشوف، هذا عاوز مندير كذلك، وبالنسبه للجلابه هانسينا ها القب فين هو انا كنشد، ها هو هذه الرزه كذلك حقيقيه، وهذا انا قلت لك بلغه حقيقيه. هذه الرمل انا خدام على الرمل، كنعمل الرمل، كنقوم بفرش الرمل، وكنشتغل انا هذيك الساعه كنشتغل انا بالازرق، كنرسمو كنرسم الازرق، وهذه هنايا ملي مشيت لهنايا ما بين الحدود ديال السماء وهذا البقعه الارضيه، هذه رمل كامله رمل مش باش نعطي اللون الحقيقي بلا ما نلونه، خليته طبيعي هيدا كتعمدت نخليه طبيعي، لان باش نخلي الماده الطبيعيه كتنطق، لان هي اللي عطاتني القدره على التعبير اكثر من الماده اللي غنى مثلا اكثر من الصباغه. هنا كنجبر القدره على التعبير اكثر بالنسبه للالوان. خرج على المالوف نعدل الاطار طبيعي بسيط، يعني الا تلاحظ نسيناها يعني هنا كنبدا هادو قطع ديال الخشب بساطين، كنقوم انا بالحك ديالهم بالليخان هنايا بديك الكاغيط الحرش، وكنضيفهم العطا كينتج عليهم شكل معقد. يعني حتى في العمل ديالي هنايا الا تلاحظ كنربط يعني واحد الموضوع جدلي، يعني جدليه البساطه بالتعقيد. المسجد، هذاك المسجد فكره، الفكره علاش المسجد بالضبط؟ المسجد بالضبط لان المسجد هو كان يعني في صوره الحضاري الاسلامي كان مدرسه، لا ترجع لصوره التاريخ الاسلامي ان يعني كبار المفكرين العرب تخرجوا من المسجد كانت مدرسه. الرساله اللي نقول هو الانسان، الحياه اللي كتربط الانسان بالمجتمع هي اخذ وعطاء. انا عندي ما نعطي في الموسيقى مثلا، عندي ما نعطي في الموسيقى ولا في الاداب ولا في الفكر ولا في اي مجال، الانسان خصو يعطي، لان اي حاجه عطاها لك ربي موهبه خصك توصلها للناس. يعني كما كان الحال يعني بغض النظر ان كونه مثلا مكفوف او كونه انه انسان يعني غير ماشي مداوي الاحتياجات الخاصه، المهم يكون حنا نشبرو كشخص كانسان، مادام انه قدر العطاء خصو يعطي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.